عبد الله السعيد واحمد فتحي يغيبان عن الاسماعيلي عن مباراه الاسماعيلي طبعا، وكوليبالي يظهر. احمد فتحي وعبد الله السعيد لن يشارك في لقاء الفريق امام النادي الاسماعيلي يوم الاربعاء بالدوري الممتاز، وان الجهاز الفني للفريق بقياده الكابتن حسام البدري يفضل راحه النجمين الكبيرين بسبب حاله الاجهاد الكبيره في الوقت الذي يفكر فيه كابتن حسام بالدفع بالمهاجم الجديد كوليبالي. واحمد حجازي تحسنت حالته بشكل كبير كما شارك تدريبات عوده السوليه من الاصابه وجاهزيته للقاء الاسماعيلي. انا الحقيقه عجبني جدا جدا قرار الكابتن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك براحه علي جبر وطارق حامد، وادالهم 4 ايام راحه. اتمنى او كنت اتمنى الحقيقه من الكابتن حسام ان الثلاثي احمد حجازي وعبد الله السعيد واحمد فتحي ان هو يدي هذا الثلاثي راحه على قد ما يقدر برضو. انا ما اعرفش طبعا الظروف اللي في الفرقه ايه، لكن يدي لهم برضو راحه 4 5 ايام، لان اللعيبه دي محتاجه ان هي تستريح، واربع خمس ايام مش هتنزلهم قوي، مش هتنزلهم بدنيا قوي. فانا كنت اتمنى الحقيقه على الكابتن حسام البدري ان هم احمد حجازي وعبد الله سعيد. وعلى فكره بالمناسبه، لان في كلام كتيره جدا جدا والناس كانت بتقول خلال الفتره اللي فاتت ان او بعد مباراه نادي الزمالك ان عبد الله سعيد واحمد فتحي واحمد حجازي ما كانش يجب ان هم يشتركوا. على فكره مشكله المدير الفني او شغلانه المدير الفني مشكله صعبه جدا جدا الحقيقه. ليه؟ لان في النهايه انا باخد قرار اللي انا شايفه في مصلحه الفريق. انا كمدير فني مثلا باخد القرار اللي انا شايفه في مصلحه الفريق. لو خدت القرار ده واتغلبت هيقول لك الله، طب انت ما عملتش القرار التاني ليه؟ ولو خدت القرار التاني واتغلبت هيقول لك الله، هو انت ما عملتش القرار الاول ليه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو لو ما كانش لاعب احمد فتحي وعبد الله السعيد واحمد حجازي واتغلب النادي الاهلي، كانت الناس هتطلع تقول لك ايه؟ الله، هو انت ليه ما لعبتش احمد فتحي وعبد الله السعيد واحمد حجازي؟ فهي شغلانه كره القدم كده، او المدير الفني في كره القدم شغلانته كده دايما. تحس ان هو لو كان كسب بقى الكابتن حسام كان هيقول لك ايه؟ قرار موفق من الكابتن حسام وكذا وكذا. خلينا ننتقد الاداء، ممكن ننتقد التغييرات، ممكن ننتقد كذا وكذا، ولكن وجهات النظر اللي الكابتن حسام شافه ان هو يلعب بالثلاثي في هذه المباراه. وبيني وبين حضراتكم، لو انا مكان الكابتن حسام البدري او اي حد في مكانه او معظم الناس الحقيقه اللي انا اتكلمت معاهم، عندي هذا الثلاثي وجايين من منتخب مصر وعاملين مباريات رائعه عليهم بعض الاجهاد، طب ما نبدا بيهم يلعبوا على قد ما يقدروا، طول ما هم بيأدوا اثناء المباراه خلاص خليهم. موضوع الاصابه ومن عدم الاصابه يعني دي حاجه برضو قدريه، ممكن جدا ان هي كابتن حسام كان يريحهم قبلها بيوم، ما يمرنهمش، ليها طريقه وليها استشفاء الناس ممكن تعمله. وبالتالي عمر ما في مدير فني هيعجب الناس، لو خد القرار زي ما قلت لحضراتكم كده هيقول لك الله، طب انت ما لعبتهمش ليه؟ ولو لعبهم بيقولوا له دلوقتي ايه؟ انت لعبتهم ليه وانت عارف ان هم مجهدين؟ هي دي كرة القدم، واللعيب المحترف على فكرة هو تحت أمر نادي، والمدير الفني هو اللي يشوف إذا كان يلعب أو ما يلعبش. وبالتالي هي معضلة الحقيقة. أنا سعيد جدا الحقيقة إن أحمد فتحي وعبد الله السعيد مش هيلعبوا هذه المباراة، وأتمنى برضو على الكابتن حسام البدري خصوصا في ظل تواجد واحد زي محمد نجيب وزي ما وسعد سمير، والاثنين دول اعتقد ان هم قادرين الحقيقه. والسوليه كمان يرجع على فكره، ممكن يلعب في هذا المكان جاهز يعني ان هو يلعب المباراه القادمه، وبقى له فتره طويله ما لعبش، فاعتقد ان هو صعب ان هو يلعب من اول المباراه، لكن ممكن جدا تلاقيه موجود ويشل لك المكان ده برضو لغايه لما كنت ريحت احمد حجازي هذه المباراه وبعد كده ترجعه مره اخرى. عموما هي وجهات نظر، كل واحد بيقول وجهه نظره. وفي النهاية زي ما قلت لكم، لو كان كسب كانوا قالوا أحسن واحد في الدنيا، لو كان خسر عاش الملك مات الملك. طيب، الأهلي بيخاطب 3 أطباء لجراحة لإجراء جراحة مروان محسن. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن إجراءات سفر الكابتن مروان محسن مهاجم الفريق تجري حاليا الى المانيا بعد الحصول على التاشيره للخضوع لجراحه الرباط الصليبي. اضاف ان هناك 3 اطباء يتم مراسلتهم حاليا، وهم ماير وامهوف وشيفر هوف، وان المتاح منهم الاسبوع القادم هو من سيجري العمليه. طبعا الثلاثي ده كلها اسماء كبيره جدا، ان لعيبه الكوره عارفين ان الثلاثي ده لعيبه الكوره اللي يعني سواء في الاهلي او في الزمالك لما بيسافروا بيعملوا، اعتقد في الاهلي اكتر يعني اللي انا اعرفه في الاهلي اكتر كانوا بيروحوا يسافروا لهذا لواحد من الثلاثه دول. فالكابتن سيد بيقول اللي متاح فيهم ان شاء الله هو
اللي هيجري العملية لمروان محسن.